مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم انا والدكتوره ربا بنتشرف نكون معكم في هذه الحلقه الخاصه مع صبيه من كندا، من اصول عربيه. كتبت عنها في الاونه الاخيره الجرائد، وتحدث عنها التلفزيون الكندي بشكل مفصل، لانها انجزت شيء غريب وليس بالمتوقع من أي شخص بشكل عام في العالم. هذا الشيء اللي أنجزته لينا القاضي. أهلا وسهلا فيك يا لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا لينا، كيفك؟ حمد منيحة، وأنت كيفكم؟ تمام. إحنا عاملين شوي سوربرايز وسسبشنز هيك للناس عشان نحكي لهم إيش اللي سويتيه يا لينا. بس أول إشي حابين نتعرف عليكي. أنا اسمي لينا القاضي، عمري 15 سنة وعايشة في نيو برانزويك. سامحوني إذا عربيتي شوي مكسرة، رح أعمل أكثر ما أقدر عشان أجاوب العربي. لا برافو عليكي، منيح إنه لسه بتحكي شوية عربي، برافو. أنت إجيتي على كندا يا لينا، قديش كان عمرك؟ أنا مولودة بكندا بس عائلتي أصلي من الأردن. من الأردن، أوكي، حلو حلو. وكم أخ وأخت إلك؟ احكي لنا عن العيلة. عندي أخو كبير وأختين صغار. أوكي، الله يحفظ لك إياهم. أخوك وين الكبير بدرس؟ أخوي عمره 17 سنة وبدرس بكلية الطب. بكلية الطب، أوكي، طيب أنا فهمت هلأ. حتى لك سؤال بعدين، بس دكتورة ربا شو رأيك في الموضوع؟ لينا فظيعة، أنا كتير يعني معجبة فيك. طبعاً نحن مثل الكل تابعنا الأخبار وشفنا الانترفيوز اللي عملوها معك والمقابلات. قولي لي شوي، كيف قدرتي بعمر 15 إنك تحصلي على إنه البكالوريا بهالعمر هذا الصغير، من هاي سكول ديجري؟ How did you make it؟ كيف قدرتي تعملي هالشيء؟ الحمد لله، لما كنت في الصف الثامن كنت آخذ رياضيات صف تاسع ورياضيات صف ثامن بنفس الوقت، والمعلمين لاحظوا انه كان عندي يعني القدره اني اعمل المزيد في الدراسه واعمل دراسه اكثر مقدمه، ومشان هيك عملوا اقتراح اني افشك سنه، وانا قررت اني افشك سنه لانه عندي هيك زي التمور، يعني بحب اعطي لحالي كتحدي. وبدايه الفصل الثاني بالصف الثامن انتقلت الى الصف التاسع، ولما كنت بالصف التاسع كنت عم بعمل رياضيات صف عاشر، وشوي شوي كنت عم بعمل صفوف متقدمة وقدرت أفشل كمان سنة لأنه كنت عم بعمل صفوف في فصل واحد بدال سنة. يا معلش لينا، أنت بصف الثامن خلصت التاسع. بصف التاسع اللي هو مفروض يكون ثامن قفزتي جمب تو ستارت العاشر، مواد العاشر. رياضيات صف عاشر. فيو سيف 2 ييرز. عشان هيك انت صار عمرك 15 سنه واول وحده تخرجت من نيو برانزويك بعمر 15 سنه حتدخل الجامعه. الحمد لله. طب لحظه، وي ار براود اوف يو. بدنا نرجع هي شوي نوقف عندها. هل انت اللي حبيتي انك يعني تفشقي هالسنوات هاي تختصري السنوات، ولا كان قرار مثلا مع المدرسه أو مع الأهل؟ لا، أنا كنت كتير حابة أفشك سنوات، كانت فرصة إني أصير شخص أحسن، أتعلم أشياء جديدة، أتعرف على ناس جديدة، أقوي يعني قدراتي إني أشتغل، وأنا كتير فرحانة إني قدرت أفشك. لينا دينو، يعني أنت عمرك هلأ 15 years old وراح تروحي على اليونيفرسيتي في سبتمبر، اللي معك عمرهم 18 و19 و20، how do you feel إنه أوكي الوضع ولا no؟ أنا متوقع أوكي الوضع الحمد لله. العمر ما بتفرق عندي كثير، المهم إنه كيف التعامل الشخص مع الناس الثانيين، والحمد لله صرت أعرف جامل أصدقاء أكبر وأصغر مني، يعني صرت متعودة. طيب نوقف عن شغلة قالتها لينا، كمان تشتغلي قلتي صح؟ قلتي في كلمة شغل هيك مرقت معي. بحكي شغل قصدي يعني الدراسة، يعني working hard in the studies. اوكي. طب خلال المدرسة، عفوا تفضل. لا اتس اوكي.
أنا بدي أسأل عن الموضوع هذا تبع الـ jumping years. يعني إحنا مش كنا بنعرف عنه، يمكن الأهالي كتير ما بيعرفوا عنه. احكي لي عن هذا النظام، هل هو أنت بتعتبريه كويس ولا مش كويس؟ لأنه هو أكيد للطلاب اللي عندهم good study والأكاديميك scores عندهم كويسة، فحكي لنا عنه هذا النظام. أنا بتوقع الترشيق السنة بيعتمد على قرار personal، يعني personal choice. كل شخص بيتمنى إنه يحقق أشياء مختلفة بالfuture، وأنا كنت حابة إني أعيش يعني experience جديدة، أعطي لحالي تحدي. يعني أنا كنت حابة أخشك سنوات، بس أكيد إنه في ناس يكونوا حابين يأخذوا الأربع سنين العادية، يعني يأخذوا وقته، ما في مشكلة. هي يعني تعتمد يعني إيش الشخص هو يتمنى يسويه. وأنا كتير مبسوطة إن المدرسة يعني بتعطي يعني أكثر من فرصة، بتعطي أكثر من اختيار. طيب سؤال عندي، هلا لما أنت كنتي بالمدرسة عم تفجئ يعني عم تطلعي هالصف هذا، هل مثلا اشتركتي كمان بنشاطات تانية أخرى بالمدرسة غير عن الدراسة كمان؟ وشو هي النشاطات؟ كنت كثير أحب ألعب رياضة، كنت عم بلعب باسكت بول مع الفريق المدينة MKMBA، وكمان كنت ألعب بفترة بفريق المدرسة. وبحب كمان كثير إني أكتب قصص poems وأشياء زي هيك، وكنت كمان أعمل زي الديبيت تيم. واو، يعني مش بس only study، كمان بتلعب باسكت بول وعندك هوبيز. انا قلت هاي ضيع وقتها كله study 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 book book book. اوكي يا جماعة، الموضوع بده تفكير، احنا شو اللي كنا نسويه في المدرسة؟ ايوه، انا عم بحاول اتذكر حالي هلا لما كنت انا 15 سنة شو كنت عم بعمل بالمدرسة؟ ولا شيء، ما عم بلعب الباربي تبعتي. انا to tell you the truth I'm proud of you. Thank you. بغض النظر انت شو اصلك، بس لانه انت يعني اول طالبه بتخلص هذا الموضوع بالوقت هذا، واي ثينك يعني لازم نسلط الضوء على ناس زيك عندهم قدره واراده. وانا من هذا المنبر حابب اكيد اشكر والدك ووالدتك اللي دعموكي وصبروا معك وساعدوكي. مش عارف اخوانك ساعدوكي ولا لا، I think they're troublemakers ولا لا، بس هذا احطه على جنب هنحكي عنهم. Tell me about your parents. الحمد لله كتير مبسوطة مع امي وابوي، كتير فخورة فيهم، هم شخص كتير طيبين، دائما دعموني، دائما عملوني encourage انه حقك اللي بدي اياه، وكتير كتير مميزين، بعملوني كتير inspire، بتعلم كتير منهم كل يوم. يعني كثير يعني like amazing people. طيب بابا شو دارس وماما شو دارسة؟ ماما وبابا هم engineers، ماما industrial engineer وبابا mechanical engineer electrical يعني. اوكي واضح. طب سؤال لإلك لينا، من امتى حسيتي يعني من امتى حسوا عليكي قبل مثلا ما كنت بصف التاسع او بصف الناينث جريد ولا الايث جريد، هل حسيتي انت وطفله مثلا انك كنت اسرع بفهم الاشياء لما كنت صغيره؟ حتى ولو كانوا اهلي ما كانوا يحكوا فرنسي، لاحظوا المعلمين كنت كثير شاطره باللغه، ومشان هيك كان يعملوا لي كثير اقتراحات اني اعمل مسابقات ام كتابه وهيك، وكنت اشترك كثير بهدول المسابقات وكنت اتوفق فيهم الحمد لله. وكمان بالرياضيات كانوا المعلمين يطلبوا مني اني اساعد التلاميذ الثانيه، لان لاحظوا كنت فاهم منيح الموضوع. يعني بتوقع كنت صغيره كان في زي كلوز صغيره هيك. اوكي، يعني انت عفوا انت دارسه بالفرنسي؟ اوكي يا جماعة اللي ما بيعرف نيو برونزويك هي المقاطعة اللي الوحيدة كمقاطعة بايلينجوال، واعتقد انت من مونكتون صح؟ المدينة هاي معظمهم فرنسيين، فاتوقع عشان هيك لينا. فانت بتحكي انجليزي ولا لا؟ بحكي انجليزي وفرنسي وعربي اي لغات اخرى؟ لا. اوكي
فيليكس هاب من 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 كمية من يعني من ماينوريتيز تانية بيحكوا لغات تانية؟ اه عندي صحبات يعني هيك فيتنامية وهيك من بلاد ثانية. حلو 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 حلو. طب انا بدي اسالك على النظام هذا اللي هو جامبينج، يعني انا هذا فيري انترستد، يمكن ناس كثير ما بيعرفوا عنه او قليل. الجامبينج هاي ييرز، لينا انت الان خلصتي، يو فينيش ويو ار جراديويت، ما حدا حيقول لك كم باك. دو يو فيل في ذس ادفانتج، في شغلات يو ميست ان يور لايف من الشغلات هاي، يعني يو ديدنت انجوي يور تشايلدهود، ما كنت زي غير اصحابك، في شيء زي هيك ولا لا ما تتوقع انه؟ لا ليس ذلك، انا حاس حالي لسه هلا يعني طفله، حتى ولو اذا فشكت سنتين قدرت اني يعني اطلع مع صحباتي، يعني during that time قدرت اني العب باسكتبول، قدرت اني العب، قدرت اني اتحدث، يعني اروح الممتازة. واكيد انه حتى ولو فشلت سنتين مش كان طول الوقت يعني للدراسه، كان فيني افرح بطفولتي ولسه بدي افرح بطفولتي ان شاء الله. طب لينا، مبين عليكي متواضعه ومبينه هيك لطيفه ومتواضعه، قولي لي كيف بتخلي حالك تضلي بهالفكره هي، يعني بهالفكره التواضع، بفكره الداون تو ايرث، مع انه في كثير هلا مسلطه عليكي، واكيد يعني انت مو مثل كل باقي الطلاب يعني نشوفهم بكندا. How do you balance? How do you keep yourself down to earth like this? أنا بحب أركز على الأشياء البوزيتيف، يعني الإيجابية، لأنه بتوقع هدول الأشياء اللي بساعد الشخص يعني يتحقق اللي بتمناه، وبحاول يعملش فوكس على الأشياء النيجاتيف وبس أضل بوزيتيف، عشان بهذا المايند سيت بهاي الطريقة الأفكار فيني أوصل اللي بدي إياه. برافو، يعني amazing 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 عن جد. حتى كلامك يعني it's يعني ممكن نسوي في حلقة عن كيف المايند سيتنج وهاو تو بي بوزيتيف. صراحة عندك زي ما بيحكي الأستاذ محمد نضج في التفكير، توازن وذكاء اجتماعي. يعني أنا أبارك لك وأبارك لأهلك أول شيء تخرجك طبعاً. عندنا questions من زاهي و it is maybe the same question. هل تشعري بأنك مختلفة عن جيلك مع أنك خلصتي عمرك 15 years old؟ وإذا في اختلاف إيش هذا الاختلاف؟ أم بتشعر أنك طفلة عادية زيك زي غيرك؟ أنا بشعر حالي يعني شخص عادي. أنا يعني فشكت سنوات عشان أحس أكثر يعني المواد يعني to my level، يحس المواد يعني أكثر يعني أكثر زي تحدي. بس أنا لسه حاس حالي كطفلة، حاس حالي كشخص يعني عادي مثل أي شخص ثاني. طيب من ناحية المدرسين كيف كانوا يتعاملوا معك؟ مثلاً يشوفك أنك أصغر من باقي الطلاب ومعهد مفاهمة أكثر عليهم، كيف كان تعاملك مع المدرسين؟ هل كان في طريقة مختلفة بتعاملك معهم عن your peers وأصدقائك في المدرسة؟ كانوا معلمين كتير ناس طيبين، تعلمت كتير أشياء منهم، كان علاقة كتير طيبة، كانوا هم كتير طيبين، دائما يحكون إني لما رح تكبري رح تصيري شخص مميزة، رح تعملي فرق في حياة الناس، وأنا كتير مبسوطة إني قدرت أتعرف على ناس كتير طيبين زي. حلو. طب أنا بدي أسألك يمكن سؤال أرجع فيه لصف الأول والثاني والثالث، the first grade. هل كانت لينا different؟ كان في إشي something special في لينا؟ ولا كل هذا بدأ من صف الثامن؟ يعني زي ما قلت لكم يعني سابقا كنت عم بعمل مسابقات رياضيات ولينغويستيك يعني فرنسي، وكنت اتوفق يعني منيح، كنت عامل يعني ستاند اوت بهدول المسابقات، لان يعني كانوا الناس لاحظوا انه كان عندي شطاره بهدول المواضيع. بس كان اكثر بالصف الثامن لما بلشت اعمل رياضيات صف تاسع، وكنت خاصه الماده بسرعه، لاحظوا المعلمين انه يعني يمكن اكون قادره اني افشك سنه واعمل الادابتيشن باكثر سهوله.
انا امبرس مذهل، وانا كمان مندهش. انا مندهش صراحه، مش عارف، انا نسيت الاسئله اصلا اللي كنت اسالها. انا متذكرتها، راح اسال لينا. It's amazing. Proud of you. فعلا. طب هلا يا ترى مع اخواتك اللي اصغر منك، او حتى يمكن اخوك اللي اكبر منك، في غيره شوي ولا لا؟ انه انت بهالتفوق هذا؟ لا الحمد لله، يعني اخواني كثير بحبهم، هم بحس يعني اخواتي صغار مثلا بحسهم لسه حاسين غريب اني تخرجت 15 سنه، يمكن مش فاهمين الموضوع منيح، يعني مش مفروض يعني مش مفروض واحد يتخرج 15 سنه، بس يعني دائما يعني بحكي لهم يعني اثقوا بحالكم، سووا اللي بتمنوه، ضلكم يعني لازم اكيد واحد يشتغل ويتعب عشان يوصل لا شو يعني بده يتمنى يسوي، يعني يحقق أحلامه. بحكي لهم يعني دائما يعني do like what you wish and believe in yourself. أوكي، أنا عندي سؤال يمكن يكون هذا a lesson منك للطلاب اللي قدك. شو ال what is the يعني شو different كان في your studying programs؟ هل كنت مثلا بتسوي schedule tight schedule؟ هل كنت بتدرسي مثلا بعطوكي homework for an hour تدرسي 2 hours؟ شو في، هل في secrets بتحبي تشاركت مع طلاب التانيين بحيث انهم يتعلموا منها ويستفيدوا؟ توقع شيء منيح واحد يعمل زي خطة دراسية كل اسبوع. كنت عم بعمل يعني program لكل يوم ايش حابة اسويه، وهي كانت طريقة منيحة مشاني. كمان كنت عم بدرس ملوح، كنت عم بعمل حالي يعني إنه كنت زي معلمة وكنت أدرس الصف، وهي كانت طريقة منيحة أنا فيني أدرسها. بس أكيد لازم واحد إنه يعني إذا بأخذ بريك عادي، بس يعني يحاول يعني يضلوا consistent، يعني يضلوا يحاول يعمل follow schedule ويدرس نفس الشيء يعني كل يوم، يعني يعملها follow ويضلوا يعني don't give up، يعني يضلوا يكمل. بس أنت عم تدرسي more than what asked to، يعني إذا كان المعلم بعطيكي هوم وورك لصف الثامن كنت تدرس صف تاسع. كنت أحب أعمل أنا أشياء متقدمة. إذا أنت عندك شغل اللي هو go extra mile هذا. تعرفي في شغلة في علم الاجتماع بيحكوا go extra mile because it's always empty، بما معناه إنه إذا أنت بتروح دائما أنت حواليك في ناس، وفي المكان اللي أنت موجود في ناس، زي ما انت بصفك في طلاب كتير التنافس بكون مع بعض، بس اذا انت بتروح الاكسترا مايل هذا راح تكون سبيشال، فراح يكون لك مجال اوسع انك تتقدمي وتسوي اولويز جو ذا اكسترا مايل. انا اتوقع هذا من اهم الشغلات اللي ممكن تكون نصيحه من لينا. ثانك يو لينا على هاي النصيحه. طب لينا، أنا بحكم أنا بدرس بالجامعة وبيجيني كتير طلاب خاصة تبع أول سنة بيكون دائما في صعوبات عندهم، أول ما بيدخلوا هي أول سنة بالجامعة بتبقى شوي صعبة أكثر من أي سنة تانية، لأنه التوقعات والإكسبكتيشن بتبقى شوي مختلفة. شو متوقع أنت تكون الجامعة مثلا بلشة؟ كيف متوقع أنه تقدري تلحقي مع الطلاب اللي مثلا ممكن هنا يكونوا أكبر أمرا خبرة عندهم أكثر؟ شو الخطه اللي حطيتيها طالما انت يو لايك بلانز، انت بتحبي البلانز؟ الحمد لله بتمنى يعني استخدم قدراتي زي عملتها بالمدرسه، وكمان انا اخذت صرت ماخذ الصف بالجامعه، كان في ناس اكبر مني يعني من 6 سنين 4 سنين، بس الحمد لله يعني كل شيء مرق على خير وجبت A بلس بالصف، يعني ان شاء الله كل شيء بيكمل على خير بالجامعه بالصفوف الثانيه. البروفيسورة تبعك، يا ريتني كنت أنا البروفيسورة تبعك. لينا بس ركزي على الموضوع، أنت ماخذة كورس في الجامعة أوريدي؟ عمرك 15 سنة؟ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنا فخور جدا يعني صراحة، طفلة زيك يعني أنا بدي أحكي شاب صبية، أنت فعلا يعني أنجزتي لكثير ما قدروا ينجزوه. طيب الآن الجامعة أنت بسبتمبر مفروض تدخل الجامعة أوفيشالي صح؟ شو أو أي جامعة أول شيء هتدخلي؟ University of Moncton، جامعة فرنسية اللي عندكم في نفس المدينة، فما حتكوني بعيدة عن أهلك إن شاء الله. ممتاز. طيب إيش التخصص اللي هتبدأي فيه؟
هي سنتين طب تحضيري، وإن شاء الله إذا كل شيء بنبك على خير حابة أصير دكتورة. والله انت مفروض يدخلوك طب دايركت اصلا، فيش كثير وما تحضرين كل اللي مسويها هذا بدي احطوك. سو 2 ييرز بريبريشن اللي هو ساينس هاي بسموه. اوكي طيب ليش بدك تصيري دكتوره؟ حابه اصير دكتوره لما كنت صغيره لاحظت انه الصحه هي امبورتنت فاكتور، يعني فيها تغير الويل بينج تبع الاشخاص، وكمان عندي حب كبير للعلوم وحب اني استخدم يعني قدراتي بطريقه اني اساعد الناس، اني كل هدول الريزنز مع بعض عشان هيك انا حابه اكون دكتوره ان شاء الله. يعني انا متوقع السنتين هدول تخلصيهم بسنه، والطب ابو الاربع سنين تخلصيه بسنتين، فهذا يعني ثلاث سنين زمان ان شاء الله بصير تعطينا وسطات ان شاء الله. طب سؤال هلأ بدي أقول لك يا أنتي، طموحاتك إنك تكوني دكتورة بهالعمر هذا صغير رائع، شيء رائع مشان تساعد الناس، قديش تخيلي إنك تاخد معك هاي صار عندك مثلا ستريس، لأنه دائما في ستريس بيبقى بدراسة الجامعة، كيف راح تتعامل مع الستريس؟ كيف تعاملتي من قبل مع الضغط الدراسة والضغط النفسي؟ كيف تكون راح تتعاملي معه؟ يعني هاي كمان حتى رسالة لكل اللي عم يدرسوا عم يحسوا بالضغوط هاي. بتوقع لازم واحد يعني يحكي يعني لحاله إنه كل شيء رح تمرق على خير إن شاء الله، وما يحط كتير ضغط على حاله، إنه أكيد في good stress، بس الواحد يعني كتير بعمل stress، كتير بفكر عن الامتحانات رح يصير bad stress، عشان هيك لازم واحد يعني مش بس يعمل أشياء ثانية، يعني يحط يعني his mind off things، يعني مفكرش بس عن الدراسة، يحاول إنه يعمل شيء ثاني بحبها، يعني يروح يلعب رياضة، يروح يمشي، يروح يتحدث مع صحباته ومع عائلته، هدول أشياء مهمة عشان يعني حتكون بالجامعة عشان يحاول يكون عنده هيك good life كمان وبدرس، بس الدراسة مش عم تعمل يعني take over. يعني أنت كمان stress management. كمان. تعرفي دكتورة ربا، أنت يعني مدرسة في جامعة، بدي أسألك سؤال، شو شعورك لما يجيك طالبة أو طالب عمره 15 سنة متفوق وداخل على الصف معه طلاب عمرهم 18 و19 سنة، شو شعورك أنت كمدرسة؟ أنا شعوري لما بيجيني طالب، أي طالب بحسه فعلاً مهتم، وخاصة بعمر بيكون أول ما بلشوا بالجامعة، يعني بيكون لسه عمره كثير صغير، حتى لو ما كان 15 يعني بيكونوا قديش 17-18 عمره صغير، بيفرح الأستاذ بيشوف هيك حاله فيهم يعني، وحلو كتير إنه لما بشوف هذا الطالب بيجي لعندك بيسألك أسئلة فوراً تعرف في دائماً 25% أو 20% من الطلاب هم اللي فعلاً مهتمين بهذا، بيقعدوا دائماً قدام بيسألوا أكثر أسئلة بتشوفهم، مع إنه مثلاً في عندي كان صف عم درسه يعني في 4 صفوف 150 طالب كل صف، بتذكرهم هدول لأنه دائماً they ask question، دائماً engage، دائماً فهي بتأثر كتير على السيكولوجية، حتى البروفيسور لما بيشوف هذا الطالب بده يساعده بيصير أكثر، فهي يعني كمان تيبس يعني للطلاب إنه engage with the students كتير مهم. طيب طب لينا هل في برامج من المقاطعة حاولت تدعمك أو أحد حاول يدعمك كسكولرشيب أو إشي زي هيك، بما إنك يعني أنجزتي إنجاز ما أتوقع حدا أنجزه قبلك في كل المقاطعة؟ بعرفش إذا في مقاطعات تانية، لأنه أنا عملت سيرش للأسف ما في أرقام، بس في مقاطعة نيو برونزويك أكيد أنت أول واحدة. أخوي كمان هو فشك سنتين، أنا كنت شهر أصغر منه لما تخرجت. كمان عندي سكولرشيب، جبت سكولرشيب يعني أكاديميك سكولرشيب يعني على المعدل على الجامعة. يعني شكرا في العيلة في جينات يا جماعة. فأعطوكي فول سكولارشيب في الجامعة؟ لا أعطوني سكولارشيب 3000 عشان معدلي كان أعلى من 94. إيش يعني 3000؟ 3000 سكولارشيب بكل سنة. 3000 أوكي. 3000. أوكي. ممتاز يعني هذا it's a good start. ولما بتدخل الجامعة بتقدر تقدم على سكولارشيبس، في كتير سكولارشيبس ممكن تدور عليها. واي ثينك إذا أنت تواصلتي مع الـ education bureau والgovernments أكيد راح تلاقي برضو في opportunities، لأنه
اول شيء انت فيري سبيشال ستودنتس، واتوقع انه في 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 سكولرشيبس بتبنوا ناس زي هيك، ف just a little bit of research، وانا ما اتوقع انك بدك اي مساعده في الموضوع. I think you can do it and you can find ان شاء الله scholarship تدعمك وناس تدعمك. انا I've seen يعني انا شايف مشروع project of a hero، يعني somebody is very important ان شاء الله في future. الحمد لله فزت انا الميدالي تبعت الجوفرنر جنرال، هي بتروح للشخص اللي جاب اعلى معدل، يعني انا كنت كثير فخوره ومبسوطه بهاي الجائزه. يعني انت مش بس اصغر وحده واخذتي احسن معدل كمان. الحمد لله. طيب هلا قولي لي شيء، يعني لما بتفوتي على الجامعه قلتي مشان انه يعني بدك تعملي اشياء غير الدراسه، مفكره مثلا بالسبورت لانه حكيتي عن الباسكت بول، في تيمز كثير بالجامعه، في روينج تيم، انت بتحبي التيم سبورت اكثر؟ ار يو تيم بلاير ولا بتحبي لحالك تكوني اكثر يعني؟ انا كثير بحب التيم سبورت، بحب كمان لحالي، يعني تنتين مناح. مفكره تعملي باسكت بول بالجامعه او اي شيء ثاني بالجامعه؟ ان شاء الله، مش متاكده اذا حامل بالجامعه، يمكن حيلعب يعني بفريق تبع يعني السيتي ميدال، بس ان شاء الله راح نشوف، يعني في كمان الفيروس اكيد اللي اصعب. طب احكي لي عن بعض المدرسين اللي كانوا عندك في هاي في المدرسه في السنه الاخيره في الثانويه. طبعا كيف كانت علاقتك مع المدرسين؟ انت حكيتي كانت نايس وكان جود، بس كان هل عندهم تعاطف معك لانك انت اصغر وحده بالصف، ولا كانوا very strict معك لا لينا زيك زي غيرك you have to study hard you؟ بتوقع كانوا يتعاملوني كيعني اي شخصين بالصف، يعني ما كان في يعني extra لطوف وهيك، بس اكيد كانوا يحكوا معي يعني يسالوني اسئله كيف فشكتي شو حابه تسويها بالجامعه، بس يعني طريقه التعامل ما تفرقت، بس هم كانوا يتعاملوني بطريقه كثير منيحه. هل في عندك مدرسين من أصول عربية في المدرسة كانوا؟ في مدرسين أصول عربية. Hello, hello. Yeah. I think they are proud of you too, يعني. So. We all are. يعني أنا خاصة كمان كبنت عربية، يعني ما بدنا نركز إنه صح مثل ما قال الدكتور جمال، بس طبعاً كبنت عربية ومسلمة ومحجبة وهيك شيء، يعني هي لها كمان فرحة خاصة عند الجالية العربية والمسلمة. مين كان أكثر شيء فرق فيك حسيتي أول ما تخرجتي يعني زيطة؟ كانوا أهلي معي يوم التخرج، ولما الجائزة تبعت الميداية تبعت الجوفرنر جنرال تبع كندا كانت مفاجأة، وشيء لما تعرفنا إنه إني فزتها كتير بسطنا مع بعض، يعني تعيطنا من الفرح. بتوقع إنه يمكن أهلي أكثر شيء فرحوا، لأنه كانوا دائما يعني هم شافوني أنا صغير وعم بكبر، فجأة بيشوفوا يعني بنتهم تخرجت، أكيد يعني هي يعني فرحة كبيرة. يعني طبعاً يا جماعة موضوع الميدالية تبعت الجوفرنر جنرال اللي بتحكي عنها بكل سهولة، it's يعني هاي أعلى الميداليات اللي تتعطى من الحاكم العام في كندا باسم الملكة إليزابيث، وهذه الميدالية عليها سيلكتيف كوميتي، يعني بفصفص السي في والفايل تبع الواحد عشان يعطوه اياها. فهي بتحكي انه اخذت انا الجوفرنر، في ناس كثير مش عارفين شو يعني هاي، بس شيء كبير يعني، هذه من اكبر الاشياء اللي ممكن ياخذها الواحد في كندا كميداليه فخريه على الاعمال اللي بيقوم فيها في المجتمع المحلي او بيسوي اشياء الكندا فخوره فيه منها، فا congratulations عليها. فعلا إنه في ناس ما بتأخذها يعني لل 60 وال 70 لحتى يأخذوها، amazing achievement. شكرا. لينا أنا يعني هيك حابة بس أعرف منك مثلاً شو هي مشاكل الهواد leadership عندك، يعني حتى فوق المدرسين أنا شايفة إنه رح تعملي شيء غير المدرسين، يعني حتى أكبر من المدرسين، حتى لو كان بيت من بعض الطريق في هيك future. شو المانترا اللي بتقوليها؟ شو عندك هيك أحلام أو شو المانترا اللي بتخليك دائماً تقولي وتستمر؟ يعني بالطب أو بشيء مختلف؟ بأي شيء بالحياة. أنا بحب أفهم شوي أكثر إنك كيف بتشوفي الحياة. مثلاً شو هي المانترا اللي بتقوليك دائماً تستمر؟
أنا حابة إنه كتير أساعد الناس، لما أشوف الناس يعني يفرحوا بعد ما ساعدهم بشيء، هذا يعني بعمل يوم، يعني هذا really شو أنا يعني بتمنى، هذا really my goal إن أساعد الناس أشوفه يعني يفرحوا وهم كمان يعني يصير عندهم حياة منيحة، هاي اللي بتبسطني أكثر شيء. طب وكيف تتعاملي مع النيجاتيف؟ إذا حدا كان نيجاتيف أو قال لك مثلاً بحاول يقول لك لا 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 تعملي هيك، لا تدخلي هلا صغيرة واستني، شو كيف تتعاملي معهم؟ أنا بحاول إني يعني أطنش أشياء سلبية، هي مش راح يعني تنفعني، يعني مش راح تساعدني، حاول أعمل فوكس على البوزيتيفيتي، الناس اللي يعني بعطوني السبورت الانكورجمنت، هذا اللي مهم عندي، هذا اللي بفرحني وبيساعدني إني أكمل. تعلموا يا جماعة، يعني انت بتحكي درر، تعرف شو معناها هاي الدرر؟ يعني you speak gold، يعني اللي بتحكي دروس لنا للكبار، ابتعدوا عن النيجاتيف، ضلكوا مع البوزيتيف، فكوا بالمواضيع الإيجابية، وإن شاء الله بنكون إيجابيين دائما. يعني أنا انت ما شاء الله عليك، الله يسلمك. لا أنا لسه بدي أسألها أسئلة كثيرة، بدي يفوت بعقلها أعرف شلون يعني تاخذ احيانا في اشخاص 40 سنه ما عندهم هالماتوريتي، 40 واكثر 50 60 ما عندهم هالماتوريتي، هاي ما عندهم التفكير هذا، بتاخذ وقت لحتى يصلوا لهالنتيجه. انت عم تقولي هلا بعمر 15، كيف استنتجتي هذا الشيء؟ كيف عندك هذا البوزيتيفيتي؟ بتوقع انه اجت يعني من اشياء مختلفه، اول من اهلي كثير ناس دائما يحكوا لي لينا ما تعمليش فوكس، يعني ما تركزيش على الاشياء السلبيه، ضلك على الاشياء الايجابيه، يعني هذا الشيء كثير ساعدني. كمان لما فشلت سنوات حسيت حالي كنت عم كثير يعني الاحظ اشياء، كنت عم اتعلم اكثر، وشوي شوي صار يجيني هدول الافكار انه يعني ايش راح يساعدني لاكمل، بحكي لازم احكي لحالي اشياء طيبه، انه ان شاء الله كل شيء حيمك على خير، وان شاء الله زي هيك انه واحد فيه يعني يكمل يشتغل، وهيك اذا بحط لحاله بوزيتيف مايند سيت، يعني اذا بفكر بطريقه يعني مش كويسه انه مش راح انجح، مش راح يعني اقدر اوصل هناك، مش راح تزبط. جود. عفوا دكتور. لا بدي اخذ منكم ثواني وحنرجع بعد هذا الفاصل. In a lifetime the average person will leave a legacy of 90,000 pounds of trash for future generations. Change the legacy you leave behind. Every item shared is spared from a landfill. رجعنا لكم باك. طبعا يعني لينا احنا في مقترح من مثنى، انا معلش بدي اكون شوية اناني، بيحكي مثنى اقترح لطفا بعد اذنك يا دكتور لو تكون قناة كنار بمبادرة فريدة بتكريم لهذه النابغة وتكون بصدارة القنوات التي تدعم وتحفز هؤلاء الابطال. انا اشد على ايد مثنى وبحكي لك انه ان شاء الله رب العالمين خلال الأيام القادمة سيصلك إن شاء الله رسالة تحفيزية من كنار وشهادة من كنار، لأنه إحنا فخورين فيك، وكنار هي صوت العرب من كندا، تدعم كل شخص زي لينا وإله، يعني أنت فعلا مثل يحتذى به، وأشكرك وأشكر أهلك على ذلك يعني، وأشكر مثنى على هذا التفكير الإيجابي لدعم لينا، وإن شاء الله رب العالمين أكيد راح يكون في لها تكريم خاص. بدي أسألك لينا سؤال قد يكون شوية سابق لأوانه، بس أنا شايفك أنت بتفكري لعشر سنوات ما بعد الطب، خلصتي أنت الآن دكتورة عادية، هل بتفكري في تخصص؟ وهل في تخصص معين بتفكري فيه؟ بفكر تخصص يمكن طب عام أو طب بالجاسترونترولوجي، يعني بالدايجستيف سيستم. واو، ما لكيش خاص في الكورونا؟ ما بدك تتدخلي في الكورونا؟ في الفيروس؟ نو نو.
لا أنا لساتني حرجع على العلم النفس هون شوي. تفضلي تفضلي دكتور. أنا حابة أعرف منك أول شيء leaders، مين عندك role models أو leaders تطلع عليهم تقولي this is يعني I like how they think، ومن هون كمان بتاخد شوي بالمفكر. والشيء الثاني إذا عندك challenges، كيف يعني كيف التحديات، كيف تتجاوز التحديات؟ أكيد يعني التحديات مثل من هون بكندا كلنا بيكون صار معي تحديات معينة، مثلا لابسة حجاب عم تعملي رياضة، هل واجهتي من أي من هالمشاكل تجاوزتيها؟ كرول موديل هو كويس صراحة أهلي، يعني شفتهم يعني كثير بتعلم منهم، يعني كثير بعملوني إنسباير لأكون شخص أحسن، بشوفهم لما هم بواجهوا يعني أوبستكل أو شيء بطريقة إنهم بواجهوا كثير يعني مميزة، كثير يعني إنسبايرينج، يعني أتعلم كثير منهم. وأنا الحمد لله ما بتواجه أوبستكلز من وين أنا أو أنا محجبة، أنا كندية مثل أي حدا ثاني، وأنا كثير مبسوطة بالاحترام. برافو، هذا كثير حلو الواحد يسمعه. لينا طيب شو شعورك كان لما القنوات التلفزيونية بدأت تتصل فيكي وتحاول إنها تجي معك مقابلات؟ وسؤال ثاني، هل في قنوات عربية غير كنار تواصلت معك؟ أنا كنت كثير فخورة، حسيت حالي شوي جوا حلم معقول، يعني كل هذا الشيء عم بيصير، كل شيء كان عم بيصير بسرعة. بس أنا كثير مبسوطة إنه اليوم يعني قناة عربية عم تحكي معي، وأنتم أول قناة عربية عم حكيت معي. القنوات اللي حكت معك كندية صحيح؟ شو كان شعورك لما اتصلوا فيك هيك إنه قناة عم بتحط لينا on the spot؟ كنت كثير فخورة، كانت زي honor يعني إنه يعني قصتي رح تصير معروفة يعني بالكنديين. حسيت حالي يعني كثير يعني مبسوطة، يعني كل هذا يعني الشغل والتعب يعني blossom، يعني fruits of the hard work يعني وصلوا ستبلش يعني أحس فيهم. طب لينا بدي أسألك سؤال سريع، لما خرجتي أمك عملت لك منسف؟ لا أنا بحب السوشي. يعني من الشعور دوني بس يلا أوكي ماشي. تعرف تطبخي لينا أي شيء؟ بعرف بطبخ، لسه عم بتعلم يعني، بس شوي شوي إن شاء الله. شو الطبخات العربية اللي بتعرفيها؟ بعرف بطبخ فاصوليا. أوكي كويس. طب قولي لي لينا، يعني أنا على فكرة يعني يعجز الإنسان أحيانا عن يسأل السؤال أنه يفكر أمام هيك شخصية حلوة. أنت يعني you are beautiful inside and out. دكتور أنت قلي شو؟ أنا بدي أسألها عن التخصص، لأني حكت على موضوع التخصص اللي هو الطب الباطني، هذا تخصص كبير جدا من التخصصات الصعبة. اللي بيعرفش الطب الباطني هو من التخصصات، ليش؟ لأنه المريض لما بيجي الطبيب صعب يشخص المريض غير من كلامه وبعض الأجهزة، فاختيار هذا التخصص بيكون للناس عادة الأذكياء، لأنه هذا بده كتير mental thinking و academic thinking. هل هذا اللي خلاكي تختاري هذا التخصص يا لينا، ولا في عندك role model، في حدا بتعرفيه في العيلة عنده مثلا هذا التخصص، او واحد مريض بتعرفيه عانى بتحبي انك تساعدي هذا التخصص؟ لا انا بصراحة كنت عم بعمل research على التخصص، وكنت عم بقرأ عن gastroenterology، وكتير عمل لي interest، وقلت حالي انه هذا يعني شكل تخصص حلو انه يعني اسويه. حسيت يعني qualities بعد ما تجيتها كانت تناسبني. حلو حلو، هذا ترى من التخصصات اللي مش سهلة يا لينا وانت عارفة، لكنها ممتعة لأنه كل مريض انت بتعالجيه وبتحل اللغز تبع مرضه، تستطيعي انك تشعري بفرح داخلي غير فرح المريض، انت كطبيبة بتشعري بفرح لأنك حليتي لغز وشفيتي واحد من ألم ومعاناة. فيعني ان شاء الله اشدوا على أيديكم وان شاء الله توصل إلى اللي بدك إياه يا رب. شاء الله. بدي أسألك عن إخوانك، أنا إخوانك
اخوك بدرس الان هيلث ساينس اي ثينك. محمد اخوي محمد هو هلا فات على يعني كليه الطب على يونيفرسيتي اوف شيربورغ. بدا في الطب يعني. اوكي. قديش عمره محمد؟ عمره محمد 17 سنه. 12. انا بقول لك في اصدقائك صديقاتك مثلا صديقتك العزيزه اكثر شيء ايش عمرها تقريبا؟ هي عمرها 17 سنة. 17 سنة، هل هي بالجامعة ولا رايحة الجامعة؟ هي فايتة على صف 12. علي العفو؟ فايتة على صف 12، 12. فهي هي نورمال يعني ما. اوكي. وكم أخ لك، كم مين كمان لك أخوان؟ عندي أخ كبير وأختين صغار. الصغار قديش أعمارهم؟ سارة عمرها 7 سنين وإلين عمرها 5 سنين. صفوفهم إلين لسه ما دخلت المدرسة ولا دخلت؟ إلين فايتة الصف الأول وسارة الصف الثاني. أوكي، يعني هم نورمال ماشيين. هل تتوقع إنهم برضو هم يعملوا سكيب ولا لسه ما؟ إن شاء الله، بس يعني السكيبين يعني بيعتمد يعني القرار يعني هيك بيرسونال، يعني لسه يعني أكيد هم صغار مش عارفين إيش حابين يعملوا بالمستقبل. يعني إذا هم يعني حابين يعملوا سكيب يعني إن شاء الله يعملوا سكيب، بس إذا هم يعني حابين يعملوا شيء ثاني يعني بالمستقبل يعني هو قرارهم. لينا ما أنتوا ريس ذا بار، يعني أخوك خلص ب 15، أنت خلصت ب 15 إلا شهر، فعم بتصعبوا الموضوع على الصغار. طبعا طيب، انا بدي اسالك سؤال، يمكن ايش بتحبي توجهي رساله الان لكل من دعمك في الفتره الماضيه، والديك، اخوتك، مدرسيك، كل واحد على حده، بتحبي تذكري اسماء؟ اذكري، ان شاء الله بسمعوا لهذا اللقاء وتوصلهم الرساله. حابه انا اشكر يعني الجميع، اهلي يعني ماما وبابا واخوي محمد واخواتي وصحباتي وكل معلميني وكل الكوميونتي، كلهم دعموني كثير، وانا اكيد ما قدرتش اوصل لهون بدون هذا السبورت، وانا كثير كثير عندي شكر كبير لكل هذا السبورت. طيب ماما وبابا واخوانك حكينا، والمعلمين؟ عندي معلمين، مدام فيكي احسنو، مدام كارولين ميشو، ميسي مارك احسنو، مدام داني سوريانو، في كتير معلمين ثانيين كتير ساعدوني وأنا كتير مبسوطة. أوكي. في سؤال من إكرام، أنا بدي قبل سؤال إكرام خلينا نسأل آخر إشي، أصدقائك، في حدا من أصدقائك حابة تذكري، من صديقاتك حابة تذكري إله تأثير على حياتك؟ حابة أذكر صحبيتي جوزي وصحبيتي سامية. هدول ساعدوكي؟ هدول كتير كتير مناح. صاحبتي جوزي بعرفها من كم سنة وعنا علاقة كتير طيبة، وكمان صاحبتي الثانية بعرفها وهي صغيرة. هدول عم نفس الصف ولا هم؟ صاحبتي الثانية هي كاتي بالصف 11 وجوزي بالصف 12. يعني حتى صحابك أكبر منك. أوكي. في سؤال من إكرام، بتحب تسألي الدكتورة؟ أنا لا، أفضل أنت لأن ما عندي نظارة. أوكي. بتسألك، احنا فخورين فيك يا كل اللي بكتبه، ترى انا ما حطيتش لهذا، بس الكل فخور فيك، يعني مش بس اكرام ولا مثنى ولا ألفت ولا محمد تميمي، كلهم من فعلا يعني كل المشاهدين، احنا فعلا فخورين بلينا. بدي اسالك، وين تعلمتي اللغه العربيه حسب ما بتقول اكرام؟ وهل عندك مهاره الكتابه باللغه العربيه زي ما بتكتبي بالفرنسي؟ يعني هيك بكتب بالعربي يعني as good بالفرنسي. اوكي. انا تعلمت العربي خصوصا من الدار، يعني مع عائلتي، مع حكي مع عائلتي. كمان لما كنت صغيره كان في صفوف عربيه يوم الاحد، يعني كنت اتعلم كمان شويه عربي بهدول الصفوف، بس بالكتاب العربي شوي يعني شوي اصعب، لانه ما بتحل يعني ما عنديش كثير وقت لتعلم بالعربي، يعني ما في كثير مدارس عربيه، بس الحمد لله يعني فيني اكتب بالعربي، بس مش يعني مش كثير منيح كاللغه الفرنسيه. اوكي. والعربي هذا هل تتوقعي انه مهم لك في حياتك المستقبليه ولا نو؟
آه أكيد اللغة العربية أنا كتير فخورة فيها وهي كتير مهمة بحياتي. ممتاز ممتاز. في عربي كتير في مومتون، أنا رحتها بس ما بعرف إذا في. آه في كتير عرب الحمد لله، المدينة بتكبر أكثر وأكثر وفي أكثر عرب. يعني إذا بتصيري دكتورة بتحكي 3 لغات بكون الوضع كمان أحسن من إنك تحكي لغتين، صح ولا لا؟ إن شاء الله. قلتي لي لينا إنه هي أول هو الإذاعة عربية طلعتي عليها، ولا في إذاعات عربية كمان بس لحتى أكون سمعت مظبوط اللي قلتيه؟ يمكن تشرحي السؤال بالإنجليزي؟ أي did you appear on other Arab channels as well in Canada؟ لا هذا أول قناة عربية. واو، فإحنا الفخر يعني إنه فعلا تكوني معنا اليوم. شكرا، هي أونر يعني أكون هون. It is an honor. لينا أنا زي ما حكيت لك إن شاء الله حنبعت لك شهادة فخر وتكريم لك من قناة كنار، لأنه أنت extraordinary زي ما بيحكوا، و you did an amazing job. الشهادة هاي مش لك لحالك، أنا متوقع إنه كل واحد مر في حياتك له فضل عليك، سواء والديك، إخوتك، معلمينك، أصدقائك، حتى الأشخاص اللي مروا مرور الكرام، فأتوقع أنه أثروا في شخصية لينا اللي إحنا فخورين فيها. فبنشكر كل شخص دعم لينا أو سيدعم لينا في المستقبل. لينا هي عبارة عن مثال للطالب العربي اللي موجود في كندا، أتوقع في زي هذا المثال كثير لكن لا يسلط عليهم الضوء. إحنا تشرفنا اليوم بوجود لينا معنا، إن الفخر نكون أول قناة عربية تستضيف هذه الرائعة، وإن شاء الله بعد 2 3 سنين هيك نستضيف الدكتورة لينا. لأنه عايفينت إنه بعد 2 3 سنين كنار هتكون فيها لينا مقدمة برنامج الصحة على كنار. أنت لاحظت كمان دكتور، هو في شيء دائما عم يتكرر لما نحن عم نعمل مقابلة مع المميزين والخاصة بين الشباب، عم يرجعوا يقولوا نفس الجملة، وهي كتير مهمة، البوزيتيفيتي، الإيجابية، يبعد عن النيجاتيف، يبعد عن السلبية، يركز على الإيجابية، هي كتير كتير مهمة فعلا. لينا احنا سننهي اللقاء هنا. في نهاية اللقاء عادة بنعطي الضيف دقيقة يحكي اللي بده اياه، شيء نسينا نساله، او بده يوجه رساله لاحد معين، بده يوجه رساله للجمهور. هي كان دو ذات. فمايك، المايك فري، نو كويشن اسك، احكي اللي بدك اياه. انا بس حابه اشكر الجميع لكل دعمهم، و بدي احكي للجميع انهم يثقوا بحالهم ويشتغلوا ليحققوا احلامهم عشان يفرحوا بهذا الشيء. دكتورة ربا معك المنبر. أنا المنبر، أنا حابة أشكر طبعاً دكتور جمال، وحابة أشكر جمهورنا اللي معنا، وحابة أشكر المشاهدين اللي بعثوا لنا أسئلة كمان واللي دعموكي وفخورين فيكي. أنا طبعاً كرر اللي قاله دكتور جمال، أنا كتير فخورة فيكي، وحابة أشوفك مرة ثانية طبعاً على قناة تي في. إكرام، عملت لك برنامج اسمه الطب والحياة. فإن شاء الله تكوني فعلاً موفقة، وأنك تخلصي كمان بوقت ممتاز، وإن ما أخذتي بسرعة، ولو المهم أنه تستمتعي كمان بدراستك وتستمتعي بالفرع اللي أنت فيه، وتعمل صداقات جديدة بالجامعة، وإن شاء الله ترجع الجامعة بعد كورونا بطريقة الجامعة التقليدية اللي هي في مدرسة أونلاين، على هالحياة الجديدة هي حلوة جداً، وفعلاً كتير حلوة. أنا كتير مبسوطة إنه رح تجربي هالحياة هي عن قريب. باسم كنار تي في برجع بشكر الجميع اللي كانوا معنا، الضيوف اللي علقوا واللي كتبوا واللي عملوا شير. بشكر لينا، بشكر أهلها على هذا الفخر، لكل العرب في كندا، وأعتقد لكل الكنديين، لأن لينا تمثل الشباب في كندا، تمثل الفيوتشر. بشكر دكتورة ربا على مساندتي في هذه الحلقة،
وحابب أذكركم جميعا في حلقة الساعة 9، يعني بعد ساعة تقريبا هنتكلم عن في برنامج القضايا الكندية، هنتكلم عن في الحلقة الثانية عن حزب الديمقراطيين الجدد، شرح هذا الحزب، فكونوا معنا إن شاء الله، ونقول لكم وداعا، نراكم على خير قريباً.